السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز صيدلية كلاب الحراسة بالعمور مع كابتن أبو. كان عندنا جماعة جاك، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحبه، عمورة جاي من محافظة المنوفية مخصوص عشان يظبط الكلب بتاعه ويدربه. طبعا كان الكلب كان فيه مشاكل ياما بالنسبة للطاعة وبالنسبة للحراسة والحاجات دي كلها، لكن الحمد لله ربنا قدرنا يعني وربنا أهون عليه. الكلب ده كان مشكلته ان هو مش منتبه خالص للي حواليه، كان عايز يلعب ليل مع نهار، لان هو طبعا عمر بمناسبه سنه كان معلم الكلب على ان هو يقعد مع زملاته، يقعد مع اصحابه على طول متجمعين مع بعض. الكلب ده كان يعني من كتر التجمع بتاع الاولاد حواليه كانت مشكله الكلب ده ان ما عندوش اي حاجه في الحراسه، ما عندوش اي فكره عن الحراسه، ما عندوش اي فكره عن العداوه والعداء والكلام ده. طبعا الحمد لله الكلب جالنا ظبطناه، خلينا فيه حاجه يعني بند للحراسه وخلينا فيه بند للطاعه. الكلب بالنسبه للطاعه تمام التمام، وبالنسبه للحراسه الحمد لله، بس لسه في باذن الله مراجعات تانيه على الكلب بعد كده. طبعا هو عموره مستلم الكلب بتاعه النهارده والاستاذ محمد، طبعا ظبطنا الكلب وخليناه تمام التمام، وهو بقى اللي هيتكلم بقى عن اللي شافه عندنا يعني. ابو نور والله الله يبارك لك. الكلب كان بصراحه عندنا ما كانش فيه اي حاجه خالص، ولا طاعه ولا شراسه ولا اي حاجه، من ساعه ما جه عند ابو نور وبقى بسم الله ما شاء الله عليه، طاعه وشراسه وكل حاجه تمام. تسلم ايدك ابو نور. الله يخليك يا عمورة. تسلم ايدك ابو نور، وحضرتك دربته كويس لانه ما كانش عارف طاعه ولا شراسه. ربنا يبارك لك فيه يا رب. طبعا يا جماعه احنا معاكم دايما باذن الله، مش واقفين متقدمين لقدام. اي كلب فيه اي مشكله فيه اي حاجه مستعدين ان احنا نجهزه ونظبطه ونخليه تمام التمام. كده طبعا ده كان جاك استلم وصاحبه النهارده عموره تمام التمام، ربنا يبارك له فيه يا رب ويخليه له. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مركز تدريب كلاب الحراسه بالبحيره.